عارفين بقى مين اكتر واحد عجبني في الزمالك خدني. غير حسام عبد المجيد موتيابا خدني. موتيابا ده عنده لاعب تكتيكي كبير جدا خلي بالك دي والله انا خلي بالك خلي بالك يا وسام استنى خليني اكمل القصه دي خلي بالكوا يا جماعه انا بتفرج على الماتش انا لا في لعيبه عندها وعايز اقول كده والله الموضوع مش موضوع ان هو بيدافع بيقفل زوايا التمرير كويس قوي كان كان لما عبد المنعم بيزيد بالكوره بيروح قافل جوه الهاف سبيس عشان يجبره انه يلعب لبره ولما كانت الكوره بتتلعب مثلا لعلي معلول وفي لعيب بيجري جوه ذكائه في ان هو بيعرف يكمل صح الحاجه دي حاجه الحاجه الثانيه بيعرف يستخدم جسمه بيعرف يستخدم جسمه طبعا الحاجه بقى الثانيه المهمه جدا ان هو انا بقول لكم لعيبه مصريين كتير وفي لعيبه كتير كان ممكن امبارح موتيابا ده يعمل ضرب الجزاء لكن في اوقات كتيره جدا شوط تاني بيروح خاطف الكوره وايه الموضوع انا بقول لك دي تالت ذكي ان انت هو جسمه مش كبير ان انت تبقى بالحجم ده وبتعرف تحط جسمك كويس وانت معاك الكوره بتعرف تاخد فاولات وانت مش معاك الكوره وانت مش معاك الكوره بتعرف تستخلص الكوره بتعرف تستخلص مواليد 2005 صح مواليد 2005 يعني لا ان انت تعرف تستخلص الكوره من غير تعمل فاول دي طيب انا بقى موضوع متيابه زي ما انا فيه مثلا اقول ان الزمالك كمان لازم يجيب سنتر باك اجمد استاذ ياسر لازم يجيب في وقت من الوقت اطلع اعتب على كذا بحيي القائمين على ملف كرة القدم في التعاقد مع متيابة الحكم لسه بدري كان بقول لكم الولد ده مستقبل لعيب كويس عنده وعي تكتيكي وبيلعب بثقة عنده حاجات قلة خبرة زي الكرة اللي راح بيها الهجمة المرتدة اللي راح شايطها كل ده هيجي مع الوقت تنسوش ولد صغير بيلعب ماتش زمالك وقالي بالظبط فبحيي السكاوتينج تيم جوه نادي الزمالك وبحيي الـ 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 الكابتن احمد سليمان والمشرف المشرف العام على الكوره باللعيبه اللي زي دي لان دي لعيبه تفكير بره الصندوق احيي الناس زي ما انا بنتقد في حاجات معينه لا بحيي كابتن احمد سليمان بحيي السكاوتنج تيم نعم لا بقول لي شمت الديوم اللي انت قلتها لي جوه اللي ايه لا انا بقول لا سيبنا دي نقطه مهمه انا فعلا مهم جدا ان متيابه ده تفكير بره الصندوق ان انت تجيب لعيب صغير تقدر تستثمر فيه بحيي السكاوتنج تيم الناس اللي شغاله الشباب اللي شغاله وبحيي كابتن احمد سليمان على متيابه ومحدش يضغط عليه هو الصح والله يطلع اعاره ليه انت على فكره الولد ده انا والله بقول ان هو يطلع عادي كويس يا عويس يا عويس اقسم بالله المتيابه ده ممكن لو اديته ثقه وصبرت عليه وزي ما كشام قال محدش يضغط عليه يبقى الاحتياطي بتاع زيزو ها يبقى الاحتياطي بتاع زيزو في الحته دي ده تحت السن يعني مش لعيب انت انا قصدي هل تطويره احسن هو يبقى بياخد في نادي لا 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 يلعب معاك يعني انت يلعب معاك وينزل يلعب ماتشات تحت ويطلع يلعب معاك هو كل اللعيبه الصغيره في الانديه الكبيره كده يا عويس يلعب معاك اديله وياخد الزمالك وضغط الزمالك انا عاجبني بصراحه انا هقول لك عاجبني كمان بالذات لان انا شفت فيديوز ليه ان هو كمان بيعرف يلعب على الجون كويس وبيعرف يشوط فاولات لو قدر ان هو يوصل للحته دي في الزمالك هي عشان كده بقول لك محدش يضغط عليه بمعنى الراجل عنده 18 سنه تمام فاحنا لازم فاهمين التكوينه دي 18 طبعا. سنه هيتطور وهيغلط ومفروض زي كره امبارح هيعمل باس قرر يشوط بس دي جراءه خلي بالك ان انت مش خايف ان انت شطها قد كده معلش لا دي قله خبره عادي يعني بالظبط لا عادي لا وفي امبارح كوره هشام ايه بيستلم الكوره ويلف ويروح عاملها من بين الناس واخدها تاني لا لعيب كوره خلي بالك في كوره كانت كورنر للنادي الاهلي هو وحمدي وبتاع في كام حاجه عملوها راح واخدها هي الكوره اللي قعدوا بالصدر والراس وبتاع هو ليه كاركتر طيب انا بس عايز برضو نقطه معينه هقول رايي بكل صراحه وسام ابو علي مشروع فرود ناجح للاهلي برافو عليك بيتحرك كويس قوي جدا بيستلم الكره تحت ضغط كويس قوي بيعمل فنتات كويس قوي عنده حاجات خفيفه شويه ان هو ساعات الاخيره حاجات بس هو عنده اساسيات كويسه وسام ابو علي ممكن اقول حاجه تانية في لعيب تاني بصراحه يلعب على اي حد في نادي الاهلي احمد عبد القادر أهلا عبد القادر مع احترامي يعني لكل الناس اللي بتلعب في مركزه كرييتيف الوحيد يا ميدو اللي عنده حلول والكره وانت جايه له تبقى قلقان طبعا اللعيبه الثانيه لعيبه كبيره وكل حاجه بس احمد عبد القادر لو خد الفرص اللي الناس كلها بتاخدها دي هيبقى في حته ثانيه خالص احمد عبد القادر الوحيد اللي في الاهلي لازم استمراريه يا عويس يلعب هو معلش هو بيلعب وهو عارف ان الراجل ملوش فيه ده كده هو اسمع هو اصلا اللي بينافسه خلي بالك حسين الشحات وحسين الشحات لعيب لا حسين الشحات لعيب مختلف لعيب مختلف صحيح ده حظ خلي بالك هو بيلعب عشان الظروف مش عشان هو مقتنع ما بيحبوش يعني. الظروف اكبر زي ما عمل مع كريستو زي ما عمل مع لعيبه وزي ما هو الولد الظروف هي اللي خلت عبد القادر يلعب واثبت له ان انت الراجل ده لازم ياخد فرصه تمام طبعا جاب جون قدام زيد اتلغى جاب جون زي ده في كره ثانيه اللي هو الزناري شالها شوطه تمام الظروف اللي خلت
خلت عبد القادر. هو النادي اختلف. وانا بحيي عبد القادر. بحيي عبد القادر ليه؟ لان اللعيب اللي هو يبقى حاسس ان المدرب جاي عليه وينزل تلت ساعه 25 دقيقه يموت نفسه ويجيب جون وبتاع ده، دي هي دي شخصيه اللعيبه اللي احنا عايزينها. اللعيبه اللي بتقاتل عشان خاطر مكانها وبتقاتل عشان خاطر اكل عيشها وعارفين ان هو ده بالنسبه لهم الموضوع، مش بلعب وخلاص، حياه او موت. عبد القادر هو ده، ولازم عبد القادر تكمل بالشكل ده. او تاكيدا على حاجه، على نقطه حته وسام، انا برضو انت عارف بحب التفاصيل يعني. في الجون الثاني يا ميدو الاول بتاع الزناري، مصطفى شوبير بيقول له وسام، انا خليت استاذ ياسر يجيبها لو نعلي الصوت، بيقول له وسام. هنا الكره، هنا احنا جايبينها من غير صوت، بيقول له الصوت. عارف الصوت بقى قبل ما الكره تتلعب دي يا ميدو؟ مصطفى شوبير بيقول له وسام. وسام الجون. طب نرجع الكره ثاني. بدايته عارف مين؟ الجون ده كله وسام. عارف ليه؟ لان هي بعد كده اتقلبت ايه؟ خناقه. الجون بتاع وسام خناقه في قهوه خلاص.